فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أيهما أفضل في الوقف، المساواة بين الذكر والأنثى إن كانوا إخوة، أم يكون التوزيع بينهم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ جائز هذا وهذا، وينظر فيما فيه مصلحة ويعمله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.